فيلمنا بيبدأ مع ملجأ للحيوانات اسمه سيلفر ليك أو البحيرة الفضية، وبتدخله بنت صغيرة اسمها بيني، وبتعجب بكلب أبيض صغير بيلعب بجزرة وبتقرر تتبناه، وبتلبسه طوق مكتوب عليه اسمه الجديد بولت. وبعد 5 سنين بترد بيني على التليفون وبتلاقي والدها بيتكلم وهو بينهج وخايف، وبيقول لها في مشكلة في الشغل وما ينفعش ترجع البيت، وبيفهمها إن بولت هيقدر يحميها لأنه عمل عليه تعديلات جينية. فبتاخد بيني الكلب بولت وبتراقب البيت من بعيد بمنظار مكبر، وبتشوف شخص اسمه دكتور كاليكو بيقول انه تم الاعتناء بامر الدكتور، وبيسأله شخص تاني اذا كان الدكتور اعترف، فبيقول كاليكو انه لازم يتكلم والا هيموته، وبيرفض والد بين الاعتراف، وبيبعت كاليكو حد من رجالته عشان يستلم طرد هيساعده يخلي الدكتور يعترف. وبتمشي بيني ورا الشخص ده لحد ما بيختفي فجأة من قدامها، وبتظهر عربية وبتحاول تخطفها، لكن بولت بيقف قدام العربية اللي بتتقلب بمجرد ما بتلمسه، وبيمسكها ببقه ويقف فوق جسر. وبتسأل بيني السواق عن مكان كاليكو، فبيخاف وبيعترف لها انه في بوليفيا. وبعدها بتهرب بيني بسرعه من الطيارات والموتوسيكلات اللي بعتهم كاليكو وراها عشان يخطفوها، وبتنجح بمساعده بولت في القضاء عليهم بعد ما حرك الطريق بحركه سحريه منه دمرتهم كلهم. وفجاه بيتضح ان كل ده كان تصوير مسلسل، وبيبدا المخرج يراجع الشريط وبيتعصب لما بيكتشف ان في ميكروفون ظاهر في الصوره، وبيشرح لواحده اسمها ميندي شغاله في القناه اللي بتذيع المسلسل انه ما بيحبش يعيد تصوير المشاهد بتاعته، وخصوصا مشاهد الكلب، لانه عايزه يعيش الموضوع وكانه حقيقي، فلو مشاعره صادقه هتوصل للجمهور وهيصدقوه. فبتزعقله ميندي وبتقوله ان كل اللي يهمها ان الناس ما تغيرش القناه وهو يقعدوا يتفرجوا عليها ايا كانت الطريقه، والا هترفضه. وبتسيبه وبتخرج من الاوضه، وفي اوضه اللبس بتشكر بيني كلبها انه ممثل كويس، وبتحط له اكل وبتحاول تلعب معاه وتجذب انتباهه، وبتحضنه وبتخرج برا الاوضه، وبتحاول تقنع وكيل اعمالها ومامتها انها تاخد الكلب معاها البيت وما تسيبهوش في موقع التصوير، ولكن وكيل اعمالها بيرفض وبشده وبيسيبه مكان التصوير وبيخرجوا. وبتظهر قطتين بيتكلموا عن بولت وبيقولوا انه ما بيخرجش من مكان التصوير ابدا، وبيبصوا عليه من الشباك وبيقولوا له انهم هيوصلوا في يوم لصاحبته بيني وينتصروا عليه، ولكن بولت بيقول لهم انهم اختاروا طريق الشر اللي هيدمرهم في النهايه. فبتقول له قطه فيهم ان الراجل اللي بعيون خضراء عنده خطه وهينفذها وهيقتل بيني، فبيطلب بولت من القطتين يوصلوا له رساله انه مش هينام لحد ما يطمن ان بيني في امان. وبترجع بيني تصور مشاهد جديده مع بولت تحت اشراف المخرج اللي كان مركز في كل تفصيله، وبيظهر في التصوير كاليكو بعين خضراء ومعاه القطه وهو بيهدد بيني وبينتهي المشهد، وبيسال المخرج ميندي عن رايها في النهايه المفتوحه اللي عملها للمسلسل بتاعه. وفي نفس اللحظه بيشوفوا على الشاشه بيني وهي بتجري ورا بولت بعد ما حطوه في صندوق واخدوه، وبتحاول تفهمه انها بخير، ولكن وكيل اعمالها بيقول لها ان الكلب لازم يفضل فاهم انها في خطر ومخطوفه عشان التصوير يطلع صادق ومؤثر. وبيهرب بولت من اوضه اللبس بعد ما بتفتح القطتين الشباك، وبيجري على موقع التصوير وبيسمع صوت بيني وهي بتطلب النجده، وبيحاول يوصل لمصدر الصوت اللي بيبقى طالع من اوضه المونتاج، ولكن بولت بيتخبط في ازاز الشباك وبيقع في كرتونه بيقفلها العامل وبيطلعها على عربيه الشحن. وبيهرب بولت بمجرد ما بيفتح عامل الكرتونه اللي وصلت لمخزن في الشارع، وبيشوف قدامه راجل قاعد بيقرا جورنال، وبيفتكره الراجل ابو عيون خضراء، لكن لما بيقرب له بيعرف انه مش نفس الشخص اللي بيدور عليه، فبيجري في الشارع لحد ما بيقع في منطقه اشغالات، وبيشوف قدامه دولاب على عربيه نقل، وبيتخيل ان بيني جوه الدولاب، لكن بعد ما بيوقف العربيه وبيتفتح الدولاب بيطلع فاضي، وبيجري بعدها بسرعه وهو خايف لحد ما راسه بتتحشر في سور جنينه، وبتقف حمامه صغيره قدامه وتنده على اصحابها وبيحاولوا يساعدوه يطلع راسه. وبعدها بيسالهم لو كانوا يعرفوا الراجل ابو عيون خضراء، فبيقولوا انهم ما يعرفوش الشخص ده، لكن شكل بولت مألوف ليهم، وبتحاول الحمامه تفتكر شافته فين قبل كده. وفي اللحظه دي بيقف اتوبيس نقل عام عليه اعلان لمسلسل بولت وصورته، وبيسال بولت لو بيعرفوا اي قطه عشان يسالوا عن كاليكو، فبياخدوا للقطه ميتنز اللي بيقدموا لها الاكل اللي جمعوه طول اليوم، وبتقول لهم ان الاكل قليل وهي جعانه، ومعدتي لما بتبقى فاضيه بتحرك مخالبها، فبتترعب حمامه فيهم لما بتشوف المخالب، وبتقول لها انه في يوم من الايام هيظهر شخص اقوى منها ويعلمها درس حياتها. فبيهجم بولت فجاه على ميتنز ويسالها عن مكان بيني، ولما بتحاول القطه تفهم الكلب انها ما تعرفش هو بيتكلم عن ايه، بيستغل الحمام الفرصه وبيقولوا له انها القطه المطلوبه وتعرف مكان الشخص اللي بيدور عليه، وبيعلق بولت القطه فوق الجسر وبيهددها انه هيرميها لو ما اتكلمتش، فبتطلب منه ينزلها وهي هتتكلم، وبتاخده توديه عند مقلب زباله وبتطلع منه خريطه لعبه من محل حلويات، وبتفهمه ان دي خريطه العالم كله، وبتوري له مكانهم على الخريطه، وبتقول له ان رئيس ابو عيون خضراء خطف بيني في اخر نقطه على الخريطه اللي هي المفروض هوليوود، وبتطلب ميتنز من بولت انه يفكها، لكنه بيقول لها انه عايز يلاقي بيني الاول وبعد كده يفكها. وبيقف بولت قدام عربيه نقل مكتوب عليها استوديوهات هوليوود، لكن بيلاقيها مقفوله بقفل ضخم، وبيركز بولت بعيونه في القفل وبيقول لميتنز ان المفروض القفل يدوب بمجرد ما عيونه تبص عليه، لكن القفل ما بيحصلوش حاجه. وبينزل شخصين ماسكين كنبه وبيقول واحد للتاني انه نسي مفاتيح العربيه في البيت، وبيدخل يجيبها وبيقعد الاولاني على الكنبه يستريح، فبيستخبى بولت ومعاه ميتنز في الكنبه من تحت،
وبيركبوا العربية اللي بتتحرك بعيد، وبتقول حمامة لإخواتها إنها لازم تفكر شافت الكلب ده فين قبل كده، مع إن صور بولت في كل مكان. وبيدخل مدير أعمال بيني وبيقول لها إنه عنده مفاجأة، وبتفتكر إنه لقى بولت، ولكن بيقول لها إنه ظبط لقاء تلفزيوني ليها. فبتزعل بيني لأنها مهتمة بولت أكتر، وبتقول لمامتها إن الكلب أكيد خايف دلوقتي، فبتقولها مامتها إنه شجاع وما يتخافش عليه. أما جوه العربية اللي بتنقل الكنبة بتحاول ميتنز تفهم من بولت إزاي هو كلب خارق، فبيقولها إن دي معلومات سرية، فبتستفزه وبتقول إنه ما عندوش أي قوة خارقة. وبينط بولت من العربية بعد ما بيقع عليه المادة اللي بتستخدمها الناس عشان تنقل العفش، وبتنزف إيده وما بيعرفش إن ده دم، وبتفهمه القطة إن الدم ده موجود جوه جسمه، وبيفتكر الكلب إن المادة دي هي اللي بتضعفه وبتعوره، فبتمسك القطة حتة من المادة وبتخوفه بيها، ولكن بولت بيرميها من إيدها ويهددها ما تعملش كده تاني. وبتروح ميتنز مع بولت لمنطقة شوي، وبتقوله إن الأكل ده ترياق عشان يتعالج، وبتقوله إنه لازم يسمع كلامها عشان يوصل له، وبتمرنه إزاي يستدر عطف الناس ويدوله أكل. وبينجح بولت في الاختبار، وبيبدأ يخبط على كل شخص وبياخد منهم الأكل، لحد ما بيوصلوا العربية متنقلة بيعيش فيها ست عجوزة مربية فرين، وبيكون في فارس مراينه بيشوف الكلب بولت، فما بيصدقش نفسه من الفرحة، وبيقوله إن البطل المفضل ليه في التلفزيون، وبيفضل يتكلم عن قوة بولت الخارقة اللي بيشوفها، لكن الكلب بيستغرب لأن المفروض محدش يشوف ده، وبيسأل راينو عن بيني وبيقوله بولت إنها مخطوفة وإن ميتنز هتوصله ليها. وبيتأثر راينو وبيقول لها إنها قطة شريرة وإزاي تخطف بنت جميلة طيبة زي بيني، فبيحاول بولت يهديه، وبيطلب راينو منه إنه يضيفه لفريقه لأنه مليان بالمواهب اللي هتقدر تساعده في الوصول لبيني. ولما بيحاول بولت يفهمه إن الموضوع خطير ما بيخافش الفار، وبيصمم إنه ينضم ليه، وبياخدهم راينو عشان ينط من فوق جسر على سطح قطر وهو معدي من تحته، وبترفض القطة تعمل كده معاهم، لكن راينو بيقنعها وبيرميها بولت من فوق وبينط مع راينو، وبينزلوا على سطح القطر، وبيحاول بولت ينقذ ميتنز اللي وقعت على سلم القطر وبيعرض نفسه للخطر، وبتحاول القطه تساعده، لكن راينو بيفتكر انها بتوقعه فبيحاول يمنعها، وبيقعوا هما الثلاثه من القطر. وبتحاول القطه تفهم الكلب انه بطل مسلسل تلفزيوني وان كل اللي بيعمله تمثيل، يعني مفيش قوه خارقه ولا حاجه، وبتثبت له ده لان قواه ما اشتغلتش من وقت ما خرج بره موقع التصوير. وبينكر الكلب كلامها وبيتضايق، وبيحاول يثبت لها قوته، لكن بيفشل في كل مره، وبتتريق عليه القطه. وبتوصل قوات السيطره على الحيوانات الضاله وبتاخدهم، وبيشوف الفار الموقف من بعيد. ومن ناحيه تانية بيدخل مدير اعمال بني عليها بكلب شبه بولت، لكنها بتقفشه وبتعرف ان ده مش كلبها وان مديرها بيضحك عليها. وبتدخل ميندي وبتحاول تفهم بني ان ايقاف التصوير ده هيسبب مشاكل لناس كتير، وبتطلب منها تنسى بولت وترجع للتصوير مره تانية. وفي نفس الوقت ده بيحاول بولت انه يهرب من العربيه اللي اتحبس جواها مع القطه، وبتحاول القطه تفهمه انهم هيروحوا المكان باقي الحيوانات وانهم مش هيعرفوا يخرجوا من هناك الا لو حد اشتراهم. وبيحاول الفار يفتح لهم الباب في نفس اللحظه اللي بيحاول فيها الكلب انه يستخدم قواه، وبيقع الكلب من العربيه مع الفار. وبيفرح بولت جدا وبيفتكر ان قوته اشتغلت، لكن بيكتشف ان راينو هو اللي فتح الباب، وبيزعل الكلب جدا لانه فهم ان قوته الخارقه مش شغاله. وبيحاول راينو انه يشجعه وبيفكره بكل حاجه عملها في المسلسل، وبيقول انه طول عمره نفسه ينقذ بنته صغيره ويبقى بطل زيه. فبيقرر بولت انه ينقذ ميتنز بمساعده راينو، وبيروحوا للمكان اللي محبوسه فيه القطه، وبيلاقوا الشرطيه خرجت من الباب بعد ما سمعت اصوات غريبه. وبيروح بولت لميتنز عشان ينقذها، وما بتصدقش القطه انه رجع علشانها، وبيفتح لها الباب وبتخرج منه، وبيروحوا ياخدوا راينو وبيخرجوا بسرعه، لكن الضابط بيشوفهم بس بينجحوا في الهروب منه بعد ما اشعلوا حريق في المكان. وبيلاقوا عربيه شحن كبيره في الشارع، فبيدخلوها، وبيفرح راينو انهم نجحوا في تنفيذ الخطه وانه شارك فيها. وبيقول بولت للقطه انه اقتنع انه ما عندوش قوه خارقه، فبتقول له ميتنز ان الافضل يكون كلب عادي وده شيء جميل، وبتحكي له عن الحياه العاديه الطبيعيه وجمالها. وبتطلب ميتنز من بولت انه يطلع راسه من الشباك ويستمتع بالهواء، وبيفضلوا يلعبوا كلهم سوا ويتنقلوا مع العربيه من مكان لمكان، ويستمتعوا بحياه الحيوانات الطبيعيه اللي كلها مغامره من غير اي قوه خارقه. وفي يوم بتفاجئ ميتنز الكلب ببيت عملته بنفسها ليهم، وبتفرجهم عليه وهي متحمسه، لكن بولت بيفاجئها انه ما يقدرش يقعد هنا وانه لازم يرجع. فبتاخدوا القطه لاعلان كبير للمسلسل بتاعه، بتقول له ان كل ده تمثيل وان بيني بتمثل وما بتحبوش بجد زيها، وبتقول ان من الطبيعي ان الانسان يمشي في يوم ويسيب حيوانه الاليف وراه يعتمد على نفسه لوحده، وبتزعل لانها بتفتكر قصتها مع اصحابها، وبتطلب من بولت انه يسيبها لوحدها. وبيمشي بولت وبيزعل انه سابها لوحدها، وهي كمان بتفضل زعلانه. ولما بيسال الفار عن بولت بتقول له ميتنز انه راح يواجه الراجل اللي بعيون خضر لوحده، فبيقول لها راينو انه راح يساعده عشان بولت علمه ما يسيبش زميله في خطر لوحده. وبيوصل بولت لهوليوود وبيقف قدام العلامه بتاعتها، وبيقابل حمام بيقول انه معجب بيه جدا وبادواره، وبيطلبوا منه يسمع فكرتهم عن مسلسل جديد ليه. فبيطلب منهم بولت يساعدوه في البحث عن بيني، ووقتها يسمع لفكرتهم الجديده. وبيوصل بولت للاستوديو اللي بيتصور فيه المسلسل، وفي نفس الوقت بيوصل ميتنز وراينو. وبتحاول القطه تفهم الفار ان كل اللي بيشوفه على التلفزيون ده تمثيل، خصوصا لما
بيشوف واحد من جيش كاليكو، ولكن راينو ما بيسمع لهاش وبيجري بحماس يحاول يخوف الجندي اللي بيطلع في الاساس كومبارس بيمثل. وبيدخل بولت اوضه اللبس اللي اتعود يقعد فيها مع بيني، وبيسمع صوت بيني وبيجري عليها، وبتفرح بيني اللي بيلاقيها بتحضن كلب تاني شبهه، فبتاثر بالمشهد وبيفتكر كلام القطه وبيخرج بره موقع التصوير بعد ما المشهد بيخلص، وما بيعرفش ان لما بيني كانت بتحضن الكلب ده تمثيل. وبتشوف القطه المشهد والبنت بتعيط في حضن مامتها بعد ما خلصت، وبتقول انها مشتاقه لبولت الحقيقي. وبيبدا مشهد جديد في المسلسل فيه كاليكو ووالد بيني اللي بيشوف بنته مربوطه بحبل، وبيدخل بولت عشان ينقذها، لكن الكلب اللي بيمثل دور بولت بيخاف وبيجري وبيتسبب في حريقه للمكان. وبتروح ميتنز لبولت وبتساله ليه ساب المكان ومشي، وبتحكي له اللي شافته وبتقول له ان بيني بتحبه بجد. وفجاه بيطلب بولت من ميتنز الهدوء وبيقول لها ان بيني في خطر بعد ما سمع صوت الحريق. وبيجري بولت عشان يدخل موقع التصوير بسرعه وينقذ بيني، وبيجري وراه راينو والقطه، وبينجح بولت انه يدخل قبل ما الباب يتقفل بلحظه. وبيفضل يدور على بيني اللي بتفرح لما بتشوفه، وبيجروا يحضنوا بعض جامد، وبيحاولوا انهم يهربوا قبل ما المكان يتهد عليهم والنار تقرب لهم. وبتمسك بيني في حبل وبيجرها بولت لحد ما بيوصل لفتحه التهويه، وبيحاول يدخلها وما بيعرفش، وبتقع بيني وما بتقدرش تتحرك، وبتحضن الكلب اللي بيقعد جنبها وما بيرضاش يسيبها. وبينبح بولت بصوت عالي في فتحه التهويه وبيسمع كل الناس صوته، وبيدخل عمال الاطفاء عشان ينقذوهم. وبتجري مامت بيني تطمن عليها لما شافتها على السرير في عربيه الاسعاف. وبيدخل مدير اعمال بيني وبيوعدها انه يحاول يستغل الامر، ولكن مامت بيني بترميه بره العربيه وبتقول له انها رفضته. وبتقرر انها تتبنى بولت وميتنز وراينو اللي بتاخدهم بيني عشان يلعبوا كلهم سوا في الجنينه ويعيشوا مع بعض. الفيديو ده كتبته أمل عقيل وسجله محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني، ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.